مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسرور. ما زلنا متواصلين وإياكم، ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الرابع والعشرون المخصص لسن الحقائق ولفئة القعدان. ومن ضمن انطلاقات المحلية التاسعة المسافة هي 4 كيلومترات الفاصلة عن ناموس هذا الشوط، لنبدأ وإياكم بالتعرف على من ينطلق مع البداية الأولى ومن يحتل الصدارة. كرار عبد المحسن بن سالم بن جابر بن مهيرة يحتل المركز الأول ويتقدم مع بداية هذا الشوط. يا سلام هنالك المنطلق عبد المحسن بن جابر بن جبران يحتل المركز الأول. بن جبران من يحضر في هذا الصباح ويقدم لنا كرار مع المركز الأول، بينما ثاني المراكز التقدم من قبل شاهين نواف بن هادي بن حمد البريدي مع المركز الثاني. المركز الثالث حضر هنالك واندفع، وصل الفارس فهد بن سيف بن محمد ابو سعيد الخيارين يقدم الفارس مع المركز الثالث. بينما رابعا التحرك من قبل نجد سعيد بن محمد بن طفله يتقدم بن طفله ليقدم لنا نجد مع المركز الرابع. بينما خامس الواصلين من يصل من يتقدم في هذه اللحظات، يحضر هنالك ركن فيصل بن علي بن محمد العطية يتقدم ليقدم لنا ركن. هكذا هي الأسماء المنطلقة وهي الشعارات الرنانة الباحثة عن الفوز والانتصار. بينما العودة هنالك إلى شعار بن جبران، العودة هنالك إلى كرار عبد المحسن بن سالم بن جابر بن جبران يتقدم هذه الأسماء ويحتل المركز الأول متبوئا لهذه المنطقة المستهدفة من بقية الأسماء. بينما ثانيا الانطلاق من قبل شاهين نواف بن هادي بن حمد البريدي يتقدم مع المركز الثاني. بينما ثالثا الحضور من قبل الفارس فهد بن سيف بن محمد ابو سعيد الخيارين يدفع لنا هنالك بالفارس مع المركز الثالث. المركز الرابع هنالك نجد سعيد بن حمد بن محمد بن طفله يتقدم بن طفله ليقدم لنا نجد ايضا، وتابع الانضمام في هذه اللحظات والدخول من قبل بحر منصور بن فيصل بن مبارك. هنالك الانطلاق في هذه اللحظات من اللي وصل على المركز الخامس، وتابع الوصول وتابع هنالك الانطلاق في هذه اللحظات. المركز الخامس بحر منصور بن فيصل العجب الشواني، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. العودة هنالك مع بن جبران من يقدم لنا هنالك كرار. يا سلام يا سلام يا عبد المحسن يا بن سالم يا بن جبران على هذه القيادة وعلى هذه التحركات الكبيرة والمسافة الفاصلة ما بين بقية الأسماء. بينما أتابع هنالك شاهين نواف بن هادي البريد يتحرك في هذه اللحظات ويدفع لنا هنالك بانطلاقة شاهين المركز الثالث. حضر هنالك نجد سعيد بن حمد بن طفله، تقدم هنالك بن طفله المتحد محمد بن طحنون بن جابر المري يقدم المتحد مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك النصر احمد بن سلطان بن خليفه السويدي، بينما كرار وال700 متر الاخيره كرار ينطلق بكل قوة بقوة شعار بن جبران أحد الشعارات الرنانة. من حضر بالحضور المشرف في كل المواسم. بينما البريدي يتحرك ليقدم لنا شاهين، انطلق البريدي وتحرك واندفع بقوة هذا الشعار نواف بن هادي بن حمد البريدي. وصل هنالك في هذه اللحظات المنطلق النصر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، يحضرون أبناء الإمارات في اللحظات
بالاخير المعركة الطاحنة ما بين ابناء الشحانية وابناء الامارات في اللحظات الاخيرة، وما زالت المعركة حاضرة بينما النصر الباحث عن النصر المقدم للعروض الكبيرة احمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي والسلامات الى دانة الدنيا دبي والى بالسويد. الله يا سلام يا سلام يا سلام، النصر احمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي يحقق هذا الفوز، والسلام الى دانة الدنيا دبي، سلام يا بن رشيد السويدي سلام. النصر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي يحقق هذا الفوز والانتصار، بينما ثانيا المركز الثاني شاهين نواف بن هادي بن حمد البريدي، المركز الثالث بحر منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني، المركز الرابع نجد سعيد بن حمد بن طفلة، المركز الخامس حضر على المركز الخامس الوذن منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. هكذا متابعينا الكرام شاهدنا وإياكم هذا الشوط، فحضر النصر في اللحظات الأخيرة لأحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. التوقيت الزمني 6 دقائق و13 ثانية و12 جزءا من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار، بينما حضر هنالك شاهين نواف بن هادي بن حمد البريدي. التوقيت الزمني 6 دقائق و13 ثانية و97 جزءا من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والناموس، بينما من حضر على المركز الثالث بحر منصور بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني. التوقيت الزمني 6 دقائق و14 ثانية و88 جزءا من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار.